يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مورا مدى العامين ديال الكورونا كنحس بشعور زوين حيت علاش حيت ما كنا كنصلاو في ديورنا ماشي بحال دابا كنصلي في الجامع كتحس براسك كتخشع بنادم حداك فهمتي جميع المسلمين كتحس بهم حداك فرحانين دوزتو مزيان الحمد لله مشيت خدم جيت من الخدمه ديالي مرتاح صراحه ما كاين كاينش داك الصعوبه ديال الصيام صراحه توحشنا عامين ما تخشعناش بحال هكا عامين ما صليناش فيه والحمد لله تحيد هذاك الوباء وجينا وصلينا والحمد لله على كل حال كتحس واحد الاحساس ما كاينش بحاله ديال الشيخ الاخزابري بزاف كاين اللي كيبكيو كاين اللي كيبكي احساس ما تتصوروش الحمد لله الله يدخل عليهم بالصحه والسلامه والرزق وحيد علينا هذا الوباء يا ربي يا كريم واللي بغى شي حاجه في خاطره الله يعطيها ليه شعور مزيان يونيك زعما شحال هادي ما جينا التراوح من هادي 2 ans واقيلا دونك فريمون توحشنا هاد الاجواء مبروك على شركم وانجوي راه الشركه يجي مره في شحال مره في عام الاحساس ديالنا صراحه واحد الشعور مختلف بعد عامين ديال كورونا كيف قلت الاخوان ان الجانب الديني ديالنا نقص بزاف وبلا شك هذا كاع الاخوان غيطرحوا معايا نفس السؤال ولكن الحمد لله تعالى بعد الفتوحات ديالو فتح علينا رمضان الكريم ان شاء الله وفتح المساجد ديالو احساس صراحه كبير 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 روحانيات ما شاء الله خاصه في هذا المسجد الكبير وبهذا الشيخ العظيم السي عمر الخزابري نتمنى من الله تعالى يدوم لنا هذه النعمه ديال رمضان ونعمه القران ونعمه الصلاه والله يجعل ان شاء الله هذا رمضان يكون ان شاء الله فتحه خير علينا وعلى جميع المسلمين اجمعين نتمنى من الله تعالى يفتح لنا باب خيره وجوده وعطائه وكرمه نتمنى من الله تعالى ان نكون من الساجدين ونكون متسبحين ونكون من الذين تقضى على يديهم حوائج الناس والسلام عليكم ورحمه الله اي مسلم احنا الخزابري ولا اي واحد احنا نجيو للمسجد ان شاء الله باش نؤديو صلاه التراويح الخشوع لله تبارك وتعالى كاين الخزابري كاين اي واحد اخر كاين امام حنا هذا الشيء اللي كاين دابا المساجد الصغار اللي في المدينه حيدوهم حبسوهم ما خصلوش التراويح حنا جينا هنا للمسجد الحسن الثاني باش نصليو نطلبوا الله تبارك وتعالى يتقبل منا والمسلمين اجمعين وعواشكم مبروكه والسلام عليكم مخير هذا الشيء هذا مخير مبادره مع ديال شحال هذه كانت الجوامع مطرقين ودابا الحمد لله فتحوا لنا الجوامع وفرحنا ومع الشهر رمضان الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه كنتمنى للمواطنين يكملوا الصلاه ديالهم صلاه التراويح ورمضان باكماله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الضخامات الحمد لله اللهم دابا نكملوا بالصلاه والعباده والصوم اللهم لك الحمد.